هنتكلم عن مجالات جديدة للسياحة، مثلا سياحة اليخوت، السياحة البيئية، الفنادق العائمة، السياحة العلاجية والطبية، ودي فيها سيكتور جديد غير موضوع الـ يعني عيون المية والسياحة بتاعت سيوة، والسياحة الرياضية. احنا لازم نعمل مع الوعي، نعمل تأهيل للعاملين في السياحة، نعمل تأهيل من اول سواق التاكسي اللي بيستلم الجست لحد ما يوصل للفندق. فاحنا عايزين فعلا تعامل، ازاي نتعامل مع الجست، ازاي نتعامل مع السائح في الشوارع. احنا ما عندناش لفتات باللغة العربية واللغة الانجليزية، احنا بنتكلم على مصر بلد سياحية. ازاي اصدر ان انا في امن وامان داخل البلد؟ انا من وجهة نظر دي من اهم العوامل، دي رقم واحد. بعد كده بتيجي بعد كده حضرتك زي ما حضرتك تفضلتوا المطاعم، المستوى السائح، الكلام. انما الفكره الاساسيه اللي انا لازم اصدرها للعالم الخارجي ان مصر فيها امن وامان، ان السائح جاي يعني امن على روحه. انا لما يكون عندي تحول رقمي ويكون عندي جهه بترصد لي انا مستهدف كم سائح في السنه، نوعيه السياح اللي انا مستهدفهم، عدد الفنادق، الخدمات اللي انا اقدمها، كل الحاجات دي هي اللي هتنهض بالسياحة. لا يخفى على الجميع ان السياحة الثقافية هي يعني المحور الاول او رقم واحد للسائح في مصر. يعني معظم السائحين حقيقة، وانا يعني بحتك بالسياح بصفة عملي كمدير بالمتحف المصري وبروح الخارج في الندوات وما الى ذلك، طبعا السياحة، طبعا معظم السياح بيجوا علشان الآثار المصرية.